أهلا بكم مشاهدينا، نلتقي في فترة أخبار الظهيرة على مدى ساعتين متواصلتين. أهم الأخبار نبدأها من العراق، أين تزداد الأوضاع سخونة مع الاقتراب من القضاء بتعليق عمل المؤسسات القضائية هناك. الأمر يحتاج منا إلى وقفة للتحليل والمتابعة. في الملف النووي الإيراني لازالت الاتهامات سيدة الموقف بين إيران وكالة الطاقة الذرية وواشنطن. اليمن نتابع انطلاق عملية عسكرية جديدة في أبيان، والولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا تحسباً لتعقيد الأوضاع الميدانية. الظهيرة أيضاً فيها الكثير من أخبار السياسة، الاقتصاد ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الرياضة أيضاً. تابعونا الساعة 1 بتوقيت غرينتش والثالثة بتوقيت القدس.